الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يكفينا شر الناس، وأن يحفظنا من الأمراض ومن الزلات، وأن يحسن لنا ولكم الختام. كنا تكلمنا في الدروس الماضية عن بعض علامات الساعة، اليوم إن شاء الله نكمل. الله تعالى قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فيوم القيامة آت لا شك في ذلك، وسيبعث الله من في القبور فيحاسبون، فإما إلى جنة وإما إلى نار. والعلم بوقت وقوع القيامة هذا لا يعلمه إلا الله، لكن ورد في الحديث أنه يكون يوم جمعة. الله تعالى قال: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. لكن هناك علامات تحصل قبل يوم القيامة، تكلمنا عن بعضها وسنتكلم اليوم عن شيء منها، وهي تدل على اقتراب يوم القيامة، وكثير منها قد حصل. كثير من هذه العلامات، هناك علامات صغرى وكبرى، كثير من العلامات الصغرى حصل. من علامات الساعة الصغرى، يعني من علامات اقتراب الساعة يوم القيامة، ظهور الفاحشة التي هي تكون سبب في انتشار كثير من الأمراض التي لم تكن تعرف من قبل. يعني هلأ كثير عم نسمع بأمراض وأوبئة وبلاء ومصائب، بعض الناس بيقولوا ليه عم بصير هيك؟ عم بصير هيك لأنه كثير من الناس تركوا طاعة الله. فظهور الفاحشة هو بيكون سبب بانتشار هذه الأمراض، وبيكون سبب لكثرة الأوجاع عند الناس. يعني هلأ كثير من الناس يقول لك أشعر بجسدي يؤلمني، بحسوا بأوجاع، بحسوا بتعب، بحسوا بهيك هموم. هذا كله بسبب انتشار المعاصي وظهور الفاحشة بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث أنه قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فشت في أسلافهم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بسبب ذنوب العباد. فعامة البلاء ينزل بسبب كثرة الذنوب وكثرة الكفر بالله، بسبب كثرة الذنوب وكثرة الكفر بالله والعياذ بالله. الأمم السابقة يا أخواتنا كانت في نعم وطمأنينة ورخاء، فكفروا بأنعم الله. لما كفروا بأنعم الله، الله تعالى أنزل عليهم البلاء، وهذا معنى قول الله تعالى في القرآن: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني في زمن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، شو حصل؟ حصل قحط وحصل جفاف
وحصل انقطاع يعني للمطر، صار في قلة مطر وصار في بلاء، فصارت الناس تتوسل بعم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو العباس، حتى يدعو لهم بأن يرفع الله عنهم البلاء وينزل المطر. فشو كان من دعاء العباس عمه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من دعائه كان: اللهم لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك. فنزل المطر حينها. فالذنوب هي سبب لنزول البلاء والوباء، والتوبة سبب لرفع البلاء والوباء. لذلك علينا أن نسارع إلى التوبة، لذلك علينا أن نسارع إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. تعرفوا أنه من علامات الساعة قلة علم الدين، يمكن تكلمنا فيها في الدروس الماضية، هذه من علامات الساعة أن علم الدين يقل بين الناس. يعني ما بيعودوا الناس يهتموا لأمر علم الدين، بصيروا بس يهتموا للعلوم الدنيوية وللتفنن بالطعام والشراب والملذات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. إن من أشياء يعني من علامات الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرفع العلم ويكثر الجهل. ويكثر الجهل، هذا حصل ومشاهد. ويكثر الزنا، وهذا حصل ومشاهد. ويكثر شرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من قلة الرجال في آخر الزمان وكثرة النساء في آخر الزمان، يصير الرجل الواحد يتولى شؤون 50 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. فهذا كله من علامات الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، وتظهر الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش. وقد ظهر الفحش، يعني يظهر بين الناس الأقوال الفاحشة القبيحة والأفعال الفاحشة القبيحة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يظهر البخل. البخل بشو؟ البخل بما أوجب الله، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعول. يعني بيصير من علامات آخر الزمان الأمين يخون والخائن يؤتمن. وشو قال النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث؟ قال: وتهلك الوعول. شو يعني الوعول؟ يعني أشراف الناس يموتون، أشراف الناس يموتون، وتظهر التحوت. شو يعني؟ يعني أراذل الناس يظهرون بين الناس ويسودون. وهذا كله قد حصل. أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا: لو يعلم الناس ما في مجالس علم الدين لما تركوها. يعني هاي الأمور الإنسان كيف بيعرفها يا أخواتنا؟ بيعرفها بعلم الدين، بحضور مجالس علم الدين. مجالس علم الدين هي سبب لمغفرة الذنوب. مجالس حضور مجالس علم الدين هي سبب لرفع البلاء وتكفير الذنوب. ورد في الحديث القدسي عن الذين يحضرون حلقة الذكر والتي يدخل فيها حضور مجالس علم الدين، ورد أن الله يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك، هذا ورد في الحديث، يقول ملك: يا ربي فيهم فلان
ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى لملائكته: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. يعني لو بيعرفوا الناس ما في مجالس علم الدين من الخيرات والبركات والأسرار والنفحات والرحمات، لكان الذي لا يمشي حبا إليها حبوا، كان ما قادر يمشي، كان زي ما بقولوا حبي حبوا حتى يجي ويحضر مجالس علم الدين. فمجالس علم الدين هي سعادة للقلب. الإنسان فينا لما يشعر بالكرب بالهم بالحزن ينوي لله ويحضر مجالس علم الدين، الله تعالى يرفع عنه البلاء ببركة هذه المجالس. فمجالس علم الدين سعادة للقلب، وتركها خسارة وكرب. فيا ضيعان الأعمار والسنين بدون علم الدين، يدعان اللي عم بضيع عمره مقضيها على التلفزيونات وعلى التليفونات وعلى المأكولات وعلى الملذات. نسأل الله السلامة. الأحد الصالحين، شوفوا هدول صالحين، شو كان يقول هذا الصالح؟ كان يقول: ما ندمت على شيء، ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه اقترب فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. شوف هدول كيف بيتهموا أنفسهم بالتقصير. هلا بتلاقيه غرقان بالمعاصي وآخرته ناسي، ما حاطط براسه إلا شو بده ياكل وشو بده يشرب وين بده يروح. نسأل الله السلامة. ومن علامات الساعة يكثر الكفر بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهرا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهرا. فأكثر الناس كما ورد في القرآن أكثر الناس ذاهبون إلى جهنم. الله تعالى قال في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا بدليل القرآن: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس ليسوا على الإيمان. حتى ورد في حديث يقال لسيدنا آدم يوم القيامة: أخرج بعث النار من ذريتك، فمن كل ألف بني آدم، من كل ألف بني آدم، من بني آدم يعني، 999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة. فهذا دليل على أن أكثر الناس على فساد، والإنسان لا يستطيع أن يخلص إلا إذا أخلص لله. فالإيمان والإخلاص هما طريق الخلاص، الإيمان والإخلاص. والذي يطلب العلم بلا إخلاص لا يجد البركة، وقد يفضح في الدنيا بين الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، قال: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قد الواحد بده يصبر حتى يبقى متمسك بالدين وحتى تكون خاتمته حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبيع دينه لأجل أمر دنيوي تافه حقير. وقال عليه الصلاة والسلام: المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. يعني نحن بزمن كثر فيه الأشرار، وكثر فيه المخاطر، وكثر فيه الفساد،
فالإنسان عليه أن يتمسك بدينه حتى لا يهلك. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ابن مسعود شو قال تأكيد لهذا الحديث؟ كان يقول: أمس خير من اليوم، أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، واليوم خير من غد، وهكذا حتى تقوم الساعة. الله يثبتنا على الإيمان. حتى من علامات الساعة، من شدة ما يحصل في آخر الزمان من البلاء، بصير تمني الموت. بصير كثير من الناس يتمنون الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وفي حديث آخر تأكيد لهذا الكلام قال: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، فيتمرغ عليه يعني على القبر، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. وهذا من كثرة البلاء والشدة، يعني من كثرة البلاء والشدة والكرب يصير الموت باعتقاد بعض الناس أهون من نزول البلاء عليهم. فعند ظهور الفتن يكثر تمني الموت. لكن في هون معلومة هيك بدنا نوضحها، بس إنه في الشرع يكره تمني الموت بسبب ضرر أو مصيبة نزلت بالشخص. يعني إذا نزلت به مصيبة أو ضرر، مكروه الواحد يدعو على نفسه بالموت. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، بما معناه يعني، قال: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله يرجع عن إساءته فيتوب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على أن الإنسان لا يدعو على نفسه بالموت لمجرد أنه نزلت فيه مصيبة. مثل بعض الناس بصير يقول: يا رب أموت وأرتاح. وما أدراه إذا مات حيرتاح. إذا كان هذا الإنسان مات والله غاضب عليه فهذا لن يرتاح، يعني ما ارتاح في الدنيا ولن يرتاح في الآخرة. بل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو بدعاء جميل. هذا الواحد إذا في يدعي، هذا الرسول علمه في يدعي. إذا واحد حسك بمصيبة بضيق أو بدون ما يحس بهذا الشيء، في يقول هذا الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء جميل في الواحد يدعي فيه، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومن علامات الساعة كذلك اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: يكثر موت الفجأة، يكثر موت الفجأة، يعني فجأة بغير وجع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. هذا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. وكذلك من علامات الساعة أن يبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير. يعني كبعض الأغنياء والأمراء في هذا الزمان تلاقيهم معهم مليارات، مليارات، ولا يتصدقون على الفقراء بشيء قليل.
مع أنه معهم مليارات، هؤلاء حسابهم في الآخرة شديد، الله تعالى ماذا قال؟ الله تعالى قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أكثر المتنعمين بخلاء، بعضهم شو قال؟ قال: التنعم مبخلة. يعني كثير من الناس بس يصير عندهم مال كثير بيصير عندهم بخل كثير، لأنه بيصير عندهم حرص أنه هذا المال لا يذهب عنهم، لا يتركهم، فبتلاقيهم عندهم بخل أنه يتصدقوا بما أوجب الله عليهم. ومن علامات الساعة كذلك عدم مبالاة الناس بما يصل إليهم من المال، أمن حلال أم من حرام. هلأ بتلاقي أكثر الناس همهم جمع المال، ما بهمهم إذا كان هذا المال هو مال حلال أم حرام، بس همهم أنه يأتوا بالمال لو عن طريق الحرام. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول أخبر قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. كذلك من علامات الساعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. يعني هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله هذا حاصل في زماننا، اللي هو تناكر الناس واختلاف قلوبهم وأقوالهم. شو يعني؟ يعني يتظاهرون فيما بينهم بالمؤاخات مع إضمار العداوة في القلب. يعني شو؟ يعني يصير حال كثير من الناس أنهم في الظاهر بتلاقيه بسلم عليه، بسلموا على بعض، بقبلوا بعض، ويكلم بعضهم بعضا، بيحكوا مع بعض، لكن فقط للدنيا، لكن في قلبه لا يحبه، في قلبه ما بيكون بحبه. وإذا جلس مع بعض الناس شو بيصير؟ يصير يذكره بالسوء والشر، فيكون في قلوبهم تناكر وتنافر وتباغض. هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من حيث الظاهر يظهر له المحبة وفي قلبه يكرهه، وهذا بيكون سببه إما للخوف من أذاه أو لأجل مكاسب دنيوية. يعني يتواصل الناس بألسنتهم وبالكلام ويتباعدون بقلوبهم ويتنافرون. الله يحسن ختامنا. كذلك ورد من علامات الساعة تغير أحوال الهواء، أحوال الجو. يعني في الصيف يصير كأنه في الشتاء، وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف. وكمان مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة تقارب الزمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يتقارب الزمان فيصير الوقت يمر بسرعة، سرعة حقيقية. يعني بتصير السنة تمضي كالشهر، والشهر يصير كالأسبوع، والأسبوع بصير يمضى مثل اليوم، واليوم كالساعة، والساعة تمضي كاحتراق جريد النخل. يعني هذا مما سيحصل في آخر الزمان، هذا سيحصل، هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، إن الوقت بصير يركض ركض زي ما بنقول نحن. إلى الآن ما حصل، بعد حتشوفوا أسرع من هيك الوقت. وهذا كله من علامات الساعة،
وعلامات على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك مطلوب منا أن نغتنم الوقت. الوقت هو عمر الإنسان، الوقت هو عمر الإنسان، هاي اللي بعض الناس ما بينتبهوا له. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لابن عمر؟ قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني اغتنم أوقاتك، ما تضيع وقتك اللي هو عمرك، لأن الآخرة هي خير وأبقى. من عرف يا أخواتنا قدر الآخرة هان عليه التعب في الدنيا. من عرف قدر الآخرة هان عليه التعب في الدنيا. وكمان من علامات الساعة تقارب الأسواق، هذا مشاهد. هلا بتلاقي الأسواق في كل مكان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق ويتقارب الزمان. لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق ويتقارب الزمان. ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. من هاي 15 خصلة اللي أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته عق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشرب الخمر ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها. فشو معنات قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء؟ يعني لما تفعل أمة محمد هذه الخصال ينزل بهم البلاء، وقد نزل البلاء. من هذه الخصال: إذا كان المغنم يعني الغنيمة دولا، شو هو يعني؟ يعني هو ما يتداول من المال، يعني يصير الأغنياء وأصحاب المناصب يستأثرون ويستولون على حقوق الفقراء وأموالهم، وبصيروا يتقاسموها فيما بينهم، وهذا حصل. وشو قال النبي؟ والأمانة مغنما، يعني يأخذ الناس ودائع بعضهم وأماناتهم بغير حق، يصيروا يأخذوها كأنها غنيمة، فيأكلون الأمانة والودائع ظلما بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: والزكاة مغرما، يعني يصير الناس يعدون إخراج الزكاة اللي هي واجبة عليهم كأنها غرامة، كأن واحد عم بدفعوه غرامة، فيخرجونها بمشقة. مثل بعض الناس عندما يقال لهم أخرجوا زكاة مالكم، بتلاقيهم كأنهم يخرجون غرامة، كيف واحد ضاربينه ضبط زي ما بقولوا. أما إن قيل لهم ادفعوا مثلا $50 لصبحية أكل وشرب وغنى وفقش ورقص، بدفعوه هن مبسوطين، بدفعوه هن فرحانين، الله يحسن ختامنا. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، يعني أطاع الرجل زوجته فيما تأمره به وتهواه، وبما هو فيه مخالفة لأمر الله. وعق أمه، يعني يخالف أمه فيما تأمره به وبما فيه رضا الله وليس فيه معصية. العلماء شو قالوا يا أخواتنا؟ قالوا: لو أمر الوالدان الولد بفعل مكروه ففعله لأجل خاطر أبيه أو أمه، ونوى لله تعالى، نوى بر والديه،
أن يكون له ثواب، فكيف إذا أمروه بطاعة الله؟ هذا الأولى أن يطيع والديه. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وبر صديقه وجفى أباه. وبر صديقه وجفى أباه، يعني يصير الولد يحسن إلى صديقه ويطيعه بما يطلبه منه أصدقاؤه، ويجافي أباه، يعق أباه، يسيء إلى أبيه ويخالفه بغير حق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وارتفعت الأصوات في المساجد، يعني علت أصوات الناس في المساجد بنحو الخصومات واللهو واللعب والكلام اللي ما له حاجة، وهذا مما كثر في هذا الزمان. وشو قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث؟ قال: وكان زعيم القوم أرذلهم. وكان زعيم القوم أرذلهم، يعني زعيم القوم الذي يتولى أمرهم وشؤونهم ويكون رئيسا عليهم ويكون مسؤول عنهم، هذا يكون أخسهم وأرذلهم. والرذيل من هو؟ هو الدون الخسيس، هو الدون الخسيس. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الحديث أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ فالرسول شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فشو قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني إذا أسند وإذا تولى أمور المسلمين من هو ليس أهلا للسيادة فانتظر الساعة. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يكون من علامات قرب القيامة. هذا يكون من علامات قرب القيامة. شوفوا زمان كيف كانوا بعض الصالحين يتصرفوا، كيف كثير من الناس في هذا الزمان بيتصرفوا. قال: في الزمن الماضي كان رجل من الأولياء سمع خبروه أنهم يريدون أن يولوه القضاء، يحطوه قاضي من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى ومن شدة تواضعه واتهامه لنفسه بأنه يعني مقصر وأنه منه أهل، مع أنه هو كان من الأولياء. لما طلبوا منه أنه يتولى القضاء، قال: حتى ما يتولى القضاء، حتى ما يحطوه قاضي، شو راح عمل؟ راح لبس ثوبه بالمقلوب، لبس الثوب بالمقلوب، قال: حتى يظنوه أنه هذا منه أهل، فمنه خرج نحطه قاضي، فلبس ثوبه بالمقلوب. فلما شافوه هيك أعرضوا عنه وتركوه. ليش عمل هيك؟ خوفا من أن يتولى هذه المسؤولية العظيمة وهي القضاء. هلأ بتلاقيه بروح بتدين ليشتري بدلة لحتى يرشح حاله، وبحط واسطات لحتى يقبلوه يحطوه قاضي أو حتى سكرتير عند قاضي. شوفوا الفرق بهذا الزمن وبالزمن الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحد العلماء شو قال؟ قال: من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين. من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين، يعني أمر أن الواحد يتولى شؤون العامة والمسلمين هي مسؤولية كبيرة، هي سيسأل عنها يوم القيامة. بعض الناس ما بيجيب بالهم أنه هذا المسؤول هو مسؤول يوم القيامة أمام الله، بيغيب عن بالهم هذا الفكر، بل بيستغلوا
منصبهم والمسؤولية اللي هي عندهم إياها بأنه يشوفوا حالهم على الناس وأنه يظلموا الناس بدل ما يتقوا الله فيما أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: وأكرم الرجل مخافة شره. وأكرم الرجل مخافة شره، يعني هاي من علامات الساعة كمان، يصير الناس يعظمون بعض الناس خوفا من أن يتعدى شرهم إليهم، يعني خوفا من أذاهم، خوفا من أذاهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أخبر كذلك؟ قال: وشربت الخمور، يعني يكثر شرب الخمر ويجهرون بشربها، ولبس الحرير، يعني الرجال يلبسون الحرير الذي تخرجه دودة القز. وانتم بتعرفوا انه لبس الحرير حرام على الرجال حلال للنساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: واتخذت القينات والمعازف، يعني اتخذوا المغنيات والمعازف، يعني آلات الموسيقى المحرمة مثل العود والبيانو وغير هذه الأشياء، بصير الناس يتخذونها يستعملونها وهذا حرام. وشو قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ قال: ولعن آخر هذه الأمة أولها، يعني أناس من هذه الأمة يطعنون في السلف الصالح والأئمة المهديين، فبصيروا يطعنوا فيهم مثل سيدنا أبي بكر وعمر والشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة. في آخر الزمان يصير بعض الناس الجهال يطعنون بهؤلاء الأئمة الأشراف. فالرسول ماذا قال؟ قال: فليترقبوا، يعني فلينتظروا عند ذلك، لما بصير هاي الأمور ينتظروا ريحا حمراء وخسفا ومسخا، يعني عند حصول ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام يحل بهم البلاء، ومن هذا البلاء ريحا حمراء، يعني حدوث هبوب ريح حمراء، وكمان بصير خسف، يحصل في الأرض خسف، فتبلع الأرض من عليها، ويحصل مسخ، يعني بعض الناس يمسخهم الله فتنقلب خلقتهم من صورة إلى أخرى. طبعا الله تعالى قادر على كل شيء. ومن علامات الساعة تداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام، يحيطون بهم من كل صوب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال رجل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال الرسول: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. فقيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. يعني تتداعى على أمة محمد، يتداعى عليهم الكفار بأي سبب؟ شو السبب بيكون؟ بسبب حبهم للدنيا وترك الجهاد في سبيل الله. الكفار يجتمعون ويتآمرون على أمة محمد لضعفهم بسبب تعلقهم بالدنيا وبتركهم للجهاد في سبيل الله. ومن علامات الساعة رؤية الهلال، القمر يعني، رؤية الهلال بليلة فيقال هو ابن ليلتين لانتفاخه وكبره، يعني يصير الهلال أكبر من وقته، يكون عمره يوم ولكن يرى وكأن عمره يومان. سبحان الله، هذا من علامات الساعة. وكمان في آخر الزمان يصير تخريب وهدم للكعبة. والرسول عليه الصلاة والسلام شو قال في الحديث؟
قال حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني افعلوا الحج قبل أن يأتي وقت لا يستطيع الناس أن يحجوا فيه. شوفوا يعني هلأ شو عم بيصير، الله يحسن ختامنا. وآخر العلامات الصغرى، هي آخر علامة من العلامات الصغرى، ظهور المهدي. وأكبر علامة على اقتراب ظهور المهدي امتلاء الأرض ظلما وجورا. أكبر علامة على اقتراب ظهور المهدي امتلاء الأرض ظلما وجورا. وهذا حصل الآن، قد إيه في ظلم وقتل وفجور وزنا وفساد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي، لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا، بعد أن تكون ملئت ظلما وجورا. والمهدي شو بكون اسمه؟ بكون اسمه محمد بن عبد الله. المهدي اسمه محمد بن عبد الله، وهو حسني أو حسيني من ولد فاطمة. ورد أن المهدي يسير معه في أول أمره، يعني لما بيظهر المهدي في أول أمره يسير معه ملك ينادي: يا أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. أول ما بيظهر المهدي يكون معه ملك بينادي الملك: يا أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. وورد أن المهدي أول ما يخرج، يخرج من المدينة. أول ما يخرج المهدي يخرج من المدينة، ويخرج ومعه 1000 من الملائكة. يخرج من المدينة ومعه 1000 من الملائكة يمدونه، ثم يذهب إلى مكة، وهناك ينتظره 300 من الأولياء. بيطلع من المدينة، يخرج معه 1000 من الملائكة بيساندوه، بعدين يذهب إلى مكة، في مكة ينتظره 300 من الأولياء، هم أول من يبايعه. ثم يخرج جيش لغزوه، يخرج جيش لا يغزو ويحارب المهدي، فيخسف الله بذلك الجيش الأرض، فيخسف الله بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة. بعد ذلك يأتي المهدي إلى بر الشام، يأتي المهدي إلى بر الشام، وفي أيام المهدي تحصل مجاعة، في أيام المهدي تحصل مجاعة. المؤمن الكامل في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس، يعني بذكر الله وتعظيمه. نسأل الله أن يلطف بنا، إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل عن علامات الساعة. هللوا وصلوا على النبي.